مساء الخير أحبائي وأعزائي، من المقبل ما أقوله، من المقبل ما أتحدث عنه، من المقبل أن يقال هذا الكلام. بيان من الكنيسة المصرية وتعلن عن تنحي البابا تودروس عن الكرسي البابوي والمجمع المقدس بعد مطالبات بسحب الثقة من البابا تودروس والهجوم عليه. وخلال الأيام الماضية فقد جاءت بعض الأصوات المتعالية من خلال عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد طالبت بأمر غريب من نوعه عن الكنيسة وعن أبناء الكنيسة، والذي جاء بمسمى يدعى سحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني وتنحيه عن الكرسي البابوي والمجمع المقدس. وعقب تداول هذه الأنباء عبر عدد محدود من الصفحات الإلكترونية بالإضافة إلى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جاء أول رد فعل من الكنيسة بأن تنحي قداسة البابا تودروس من الكرسي البابوي والمجمع المقدس أمر مرفوض، حيث أكد القس موسى إبراهيم وهو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى عدم صحة ما تردد بأي صورة من الصور ومن أخبار وحول التقدم بأي بلاغ إلى النائب العام، والتي جاءت ضد جماعات تتبنى الهجوم على الكنيسة وعلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي جاءت عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال الفيسبوك. الكنيسة في رد فعل على الهجوم ضد البابا تودروس وفي سياق متصل، فقد أضاف وفي تصريحات صحفية بأن هذه الأخبار المتداولة فهي غير صحيحة تماما وبالمرة. وقد رد وأكد القس موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي جاء ونافيا تقدم الكنيسة القبطية بأي بلاغ رسمي وضد أبنائها وأبناء الكنيسة من الأقباط الأرثوذكس، ومهما اختلفوا معا في أي أمر من الأمور، ولكن الأصوات تتعالى لسحب الثقة من قداسة البابا تودروس على حد زعمهم. في مداخلة تلفونية مع المستشار جورج فريد نيكولا المحامي بالنقد، حيث هناك أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب الثقة من البابا تودروس ومن أعضاء المجمع المقدس والمطالبة بعودتهم إلى أديارتهم، وكذلك ينادون الناس بالتوقيع على هذه الاستمارات لسحب الثقة من قداسة البابا تودروس ومن أعضاء المجلس المقدس والمطالبة بعودتهم لأديارتهم. المستشار جورج فريد المحامي بالنقد يرد وبقوة على هذه المطالبات، وحيث يتساءل المستشار جورج فريد من هم الذين يطالبون بسحب الثقة، ومن أعطاهم التوكيل أن يتحدثوا بالنيابة عن الشعبي القبطي؟ أمور غريبة، وما هذه الأوراق الذين يريدون الشعب القبطي أن يوقع عليه، ولماذا، وما السبب، ومن وراء هؤلاء من يطالبون بسحب الثقة من قداسة البابا تودروس وأعضاء المجلس المقدس؟ وهل لهم مطالبات معينة من البابا تودروس؟ وأضاف المستشار جورج فريد إن كان لديهم أي مطالبات بسبب الثقة من قداسة البابا تودروس وسحبها ومن المجمع المقدس،
بمطالبات معينه، فلماذا لم توضع هذه الطلبات امام مائده البابا تودروس الثاني لمناقشتها؟ وحيث اشار جورج فريد انه البابا رجل اداري من الدرجه الاولى ويستطيع ان يتعامل جيدا مع شعبه، ورأينا ذلك جيدا أيام الثورات وأيام اعتلاء الإخوان الحكم، حيث أخذ البابا تودروس الثاني موقف رجولي لم يتخذه أي مطلب من قبل. ونجد اليوم المستشار جورج فريد يرد وبقوة على متطلبات وجمع توقعاته لسحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني والمجمع المقدس، حيث أشار جورج فريد أن من لهم المتطلبات الشخصية وينادوا أن يحصلوا على التوقيعات باسم الشعب، والشعب لن يوقع، والشعب مطمئن لكنيسته ولقداسة البابا تودروس الثاني ومطمئن للمجمع المقدس، وإن كان هناك تساؤل يحتاج إلى إعادة نظر، ولكن هذا لا يعطي الحق للبعض للمطالبة بسحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني ومن المجمع المقدس. فكل هذا نستطيع أن نحلها، فالمجمع المقدس قادر على حل جميع المشاكل. ونجد مجموعة غير معروفة وغير مسؤولة، فالبابا تودروس جاء بالقرعة الهيكلية، فنحن كنيسة تعلم جيدا كيف ترد على هذه الادعاءات المجهولة والغير معلومة. والمستشار جورج فريد المحامي بالنظر ينصح هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص هم يتعاملون غير قانونيا وأشياء سخيفة، فهؤلاء الأشخاص هم ليس من داخل الكنيسة ولكنهم من خارج الكنيسة، لم يتربوا داخل الكنيسة ولم يعلموا جيدا تعاليم الكنيسة، ويعلم أن الكنيسة البابا تودروس هي بيت القديسين، وكما يعلم أن الكهنة والأساقفة قديسين. وعن تقديم محامي ببلاغ ضد المجموعة التي تطالب بسحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني ومن المجمع المقدس، حيث أوضح جورج فريد أن لدينا كم من المستشارين يعرفون كيف ومتى يخافون على بلادهم ولا يسببون بلبلة وسط المجتمع الكنسي، فمجموعة تطالب من سحب الثقة من قداسة البابا تجعل بعض الضعفاء يتهزون، فمستحيل سحب الثقة أبدا من البابا تودروس لأنه جاء عن طريق القرعة الهيكلية، أي عن طريق الروح القدس. أحبائي وأعزائي، هؤلاء فعلوا من قبل مع نياحة البابا شنودة الثالث، ويحاولون الكثير حتى تهتز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، ولن تهتز أبدا. شكرا لكم، مع كل حب واعتزازي من قناتكم قناة الملكة والأمير، وأرجو اشتراككم في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير.